السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا فاطمة؟ الحمد لله بخير. وكيف حالك يا نادية؟ الحمد لله بخير. هل صليت الفجر في البيت؟ نعم صليت الفجر في البيت. هل أكملت من واجبك المنزلي؟ لا يا فاطمة، لم أكمل واجبي المنزلي. لماذا لم تكمل واجبك المنزلي؟ لأن كنت مريضة. أين عمر وناجية؟ هل هما في البيت؟ نعم هما في البيت. هل تحبينها الرياضة؟ نعم أحب الرياضة. ما هي الرياضات التي تحبينها؟ أحب أن ألعب الكريكت وتنس الريشة. شكراً. عفواً.